التعليمات المشددة، لقاء جهة أمن المطار وكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لحتى ما ينترك ثغرة أبدا بمطار رفيق الحريري الدولي، ولحتى نقدر نأكد ونتأكد ونأكد للكل أنه سمعت مطار رفيق الحريري الدولي ومطار شهيد رفيق الحريري الدولي بيبقى ونبعد عنه أي خطر. كل الأذونات عم تصدر وفقا للقانون، وفقا للقانون ومن قبل الجيش اللبناني. نحن كجهات أمن المطار حنشدد على التفتيشات. هلا معالي وزير أشغال بيخبركم أكثر عن طريقة إعطاء الأذونات. شكرا. أول شيء بطبيعة الحال الموضوع مثل ما قال معالي الوزير هو موضوع التواجد الأمني في المرافق البرية والبحرية والجوية، أولها مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمرافق البحرية وحتى المعابر البرية. بطبيعة الحال وفقا للقوانين اللبنانية والمعمول بها في كل المرافق، أول شيء نبلش من مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. مطار رفيق الحريري الدولي بيروت نحن الطائرات العسكرية اللي بتكون فوق مطار رفيق الحريري الدولي بيروت أو أي مطار في لبنان، والطائرات التي تهبط على أنواعها، الطائرات العسكرية التي تحمل المساعدات الطبية أو الطائرات العسكرية مهمتها عسكرية أو طائرات الإجلاء أو وزارة الأشغال العامة والنقل، لا تعطي أي موافقة على الهبوط لأي طائرة قبل موافقة الجيش اللبناني اللي بتجي بموجب إحالة وبرئية رسمية من القوات الجوية في قيادة الجيش اللبناني وتصل إلى المديرية العامة للطيران المدني. وطبيعة الحال مثل ما قال معالي وزير الداخلية، جهاز الأمن موجود على أرض المطار للقيام بالتفتيشات اللازمة إن دعت الحاجة. بالتالي نحن كوزارة مرتبط الموافقات مباشرة بالجيش اللبناني. المرافق البحرية، أي سفن حربية أو متعلقة بالعمل العسكري، بطبيعة الحال بيصدر إذن علم وخبر، بيوصل علم وخبر لرئاسة المرفأ التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل. وزارة الأشغال العامة والنقل لا تعطي موافقة مباشرة قبل التواصل مع الغرفة البحرية المشتركة اللي فيها جيش لبناني، أمن عام، قوى أمن داخلي، أمن دولي إلى آخره، يكون فيها كل الأجهزة الأمنية. وبالتالي نحن لحتى نقوم بالسماح لأي باخرة بالرسو على المرافق البحرية يجب أن تخضع لموافقة من قبل الغرفة، غرفة العمليات المشتركة اللي متواجد فيها جيش اللبناني وأجهزة سائر الأجهزة الأمنية. بالنسبة للمعابر البرية إضافة إلى ذلك كمان، هيدي المعابر طبيعة الحال في أجهزة أمنية موجودة على المعبر. خلينا نأخذ معبر المصنع على سبيل المثال، عند وصول أي شاحنة، الشاحنة تخضع للموافقات الإدارية من قبل الوزارات المختصة بعد القيام بالفحوصات اللازمة، بعد منها موافقة الجمارك اللي بنعطى إذن من الجمارك، بعد الجمارك في أمن عام، بعد الأمن العام في مخابرات الجيش اللبناني على كل المعابر البرية وأولها معبر المصنع اللي هو بدأ بشكل أمني على كل الشاحنات التي تمر. وبالتالي وفقا للقوانين بتوجيهات من رئيس الحكومة دولة رئيس مئاتي بوجود معالي وزير الداخلية ووزارتنا كوزارة أشغال مع قيادة الجيش، وفقا للقوانين دولة الرئيس أكد على تطبيق القوانين بالحرف التي نقوم بها، ولكن زيادة بالحرص، زيادة بالتأكيد، بالشفافية إلى آخره. ونحن مع معالي وزير الداخلية إن شاء الله هذا الموضوع وضمن سلم الأولويات من الأول واليوم وإن شاء الله إلى الأمام. وهيدي تلك المرافق هي مرافق رسمية للدولة اللبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية. وشكرا. يعني معالي الوزير بطبيعة الحال هيدا تأكيد في ظل ما يشهده البلد من عدوان إسرائيلي، ما عم بيفرق ما بين المدنيين والمباني والبنى والمدنيين والأبنية السكنية وأطفال ونساء. بطبيعة الحال هناك حرص من قبل رئيس الحكومة على إبقاء تلك المعابر البرية والبحرية والجوية سالكة حتى على الأقل للمساعدات الإنسانية وتحريك الاقتصاد اللبناني، أن يبقى لبنان هذا البلد مفتوح على كل دول العالم بالبر والبحر والجو. هو زيادة على التأكيد للوزراء المعنيين بالمرافق البرية والمعابر البرية على تشدد في تطبيق القوانين بالتنسيق مع الجيش اللبناني. هذا التشدد بتطبيق القوانين يعني هو بيعتبر اختلف؟ لا لا، هو ذاته بعده هو ذاته عم نطبق نفس الشيء. نحن عندنا مذكرات وشغالين عليها مع الجيش اللبناني من زمان، لكن بالاخير الرئيس الحكومي دعا لحتى يشوف الامور على بينه ونعرض عليه امامه كل القوانين والاوراق اللازمه لحتى يكون متاكد من اللي عم بيصير بالمرافق العامه، لحتى يكون على بينه من تل من 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 هالقوانين هل تنفذ أم لا. تأكد اليوم تأكد دولة من الأساس الجيش هو المعني الأساس بالسماح والموافقة، وليس من جديد، هو من عشرات السنوات مش على أيامنا كوزارة. شكرا.
ولكن هل على ضوء في تهديدات واضحه من قبل الاسرائيليين؟ ما في جاوبك على هذا ما في هذا. يلا شكرا خلص مش هيك. هل في تخوف من باقي المعبر العريضه والعبوديه؟ هل في تخوف؟ شغالين إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كنا قد استمعنا إلى وزير الداخلية بسام مولوي وأيضا وزير الأشغال علي حمية. طبعا هي رسالة واضحة اليوم بأن الجيش اللبناني يبسط سيطرته على كل المرافق إن كان البحرية أو الجوية أو البرية. اليوم أكد الوزراء اليوم بأن الجيش اللبناني يقوم بتفتيش ولا موافقة تحصل إلا بموافقة الجيش اللبناني بعد عمليات التفتيش، إن كان عبر المصنع أي الشاحنات تخضع للمراقبة والجمارك والأمن العام وأيضا مخابرات. وأكد الرئيس ميقاتي على ضرورة تطبيق القوانين في هذا الإطار. إذن نحن بالسراي الحكومي من بعد هذا الاجتماع سيكون هناك اجتماع وزاري موسع للبحث بعدة مسائل تتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين في مختلف المناطق و أيضا تتعلق بالمرافق العامة. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت نعم عفوا الثانية لنعم. بطبيعة الحال يعني مثل ما كان معلوما بأن السراي اليوم سيستقبل أيضا وزير الخارجية الأردني مفروض عند الساعة 12 بحسب ما علمنا، وبطبيعة الحال سيكون له تصريح من السراي الحكومي. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيدة جبيلي وعلي الشاري.